بكالوريوس إعلام كمية المعلومات الهائلة، بالرغم من المنافع الأخرى مثل منفعة أنك ممكن تلاقي عمل بالإعلام، تلاقي فرص حياة أخرى. النشاط هو لدعم المجتمع المحلي للعراق. اشتركت بهذه الدورة لأن أشوفها أنه هي فرصة لتنمية مواهبنا بالتصوير واكتساب اكسبيرينس يعني مجال الصحافة والتصوير، حتى نكون أنه مؤهلين أن نوثق الأحداث اللي صارت ببلدنا، فلازم يكون الناس أصحاب خبرات التصوير. نحن عم نحاول نعلم الشباب والصبايا كيف من خلال التصوير يقدروا يشتغلوا على تطوير مجتمعاتهم بالمناطق تبعيتهم، ويقدروا يكملوا بالتصوير في المستقبل وتكون لهم مثل مهنة يقدروا يستفيدوا منها. مطالب موهوبين جدا، يمتلكون قدرات جيدة وثقافة لا بأس بها، وطور قابلياتهم في بناء التقارير الصحفية التي تخدم المجتمع العراقي. دور بتنمية مجتمعات، دور بوضع بالمساهمة بوضع مسار العراق نحو مسار مستقر وآمن ومزدهر ومليء بالتنمية البشرية الإنسانية بكل مكوناتها، هو دور أساسي. أتمنى نقدر نخدم محافظتنا ولو بجزء قليل بنقل الحقيقة للعالم، قد يشوفون شنو هي محافظة ثي قار وشنو هي محافظة ثي قار.